oh بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي الطلاب السنه الرابعه اهلا وسهلا بكم آه سعدت بلقائكم في المره الوحيده اللي التقيت بكم ولكن الحظ لم يجعلنا ان نكمل لقاءاتنا مع بعض آه سنواصل الحديث فيما بدانا في المره السابقه آه في المرة السابقة اللي التقينا فيها تكلمنا في الأول خالص عن بعض المفاهيم زي مفهوم تخ... زي مفهوم الإنتاج ومفهوم الطاقة ومفهوم التخطيط ومفهوم تخطيط الإنتاج وأنواع التخطيط وتكلمنا عن مستويات التخطيط وبنواصل النهارده الكلام فهنتكلم عن خطوات أو مراحل تخطيط الإنتاج وقلنا إن خطوات أو مراحل تخطيط الإنتاج بتتلخص في الخطوات التالية أول خطوة اللي هي تحديد وحدة قياس عامة والتنبؤ بالطلب ودي كنا شرحناها لكن نعيد مرة أخرى آه نمرة اثنين الخطوة الثانية اللي هي آه تحديد السياسات التي ستتبع لتمهيد استغلال الطاقة نمرة ثلاثة اللي هي تحديد البدائل الممكنة لإدارة الإنتاج أو لمدير الإنتاج. نمرة أربعة أو الخطوة الرابعة اختيار الاستراتيجية الإنتاج المثلى. دي الخطوات الأربعة لعملية تخطيط الإنتاج. لما تكلمنا عن تحديد وحدة قياس عامة قلنا إنه المنشأة ممكن تنتج منتج واحد أو ممكن تنتج عدة منتجات لو المنشأة بتنتج منتج واحد ما فيش مشكلة هو إيه المشكلة أساسا هنقول على المشكلة اللي هتواجهنا دلوقتي المشكلة اللي هتواجهنا إن لو هننتج منتج واحد زي ما بقول مفيش مشكلة لكن هتكون المشكلة في حالة عدة منتجات لأن المنتجات غير متجانسة أو قد تكون غير متجانسة يعني مثلاً زي مثلا شركة السكر المصرية بتنتج سكر بتنتج كحول بتنتج ثاني أكسيد كربون بتنتج خميرة بتنتج عطور في حاجات حاجات غير متجانسة طب وإيه المشكلة في كده؟ المشكلة في كده إن أنا لو أنا عايز أقول أنتجت النهاردة كذا أقول أنتجت النهاردة ألف ألف إيه؟ ألف طن سكر ولا ألف لتر كحول ولا مش عارف ألف مش عارف إيه خميرة اه فانا محتاج ان انا احدد وحده قياس محتاج ان انا احدد وحده قياس عامه لو منشاه بتنتج منتج واحد عمليه تحديد وحده قياس عامه هتكون سهله ليه لانه هنذكر الانتاج بوحده بالشيء الذي تنتجه يعني زي ما قلت لكم في المحاضره لو مطعم مثلا كل ما بيعمله انه بينتج مثلا سندوتشات او سندوتشات فول فقول والله انا بعت النهارده وانتجت انتجت النهارده 500 سندوتش ليه لانه لو افترضنا ان هو بس هينتج سندوتشات لكن المشكله تظهر في حاله المنتجات المتعدده زي المثال اللي انا قلته دلوقتي اقول سكر ولا كحول ولا عطور ولا ثاني اكسيد كربون ولا ايه عنها ازاي المنتجات دي في هذه الحاله بنجد انه على المنشاه ان تبحث عن وحده قياس عامه تعبر بها عن هذه المنتجات فبنيجي مثلا في حاله قد تكون هذه الوحده وحده منتج يعني ايه وحده منتج يعني مثلا زي ما قلت لكم في مصانع المياه الغازيه بينتج كولا بينتج برتقال بينتج بينتج ملمون وهكذا منتجات اخرى فهو لما بيجي يقول انا انتجت فكلها مياه غازيه فبيقول انا انتجت مثلا عشرة تلاف متر لتر مياه غازية ما حددش بقى النوعية من المياه الغازية دي هتكون ايه فهنا عبر عن المنتج بلتر مياه غازية لتر مياه غازية وممكن يعبر يعني اذا ما كانش فيه واحد حاجات مشتركة يعني هنا كلها مياه غازية فعبر عنها بمياه غازية لكن ما حددش النوعية لكن لو نيجي مثلا زي ما قلت في شركه السكر وبينتج سكر وبينتج كحول وبينتج وبينتج عطور وبينتج خميره وبينتج لب ورق كل الحاجات دي بتنتجها فما نقدرش ما فيش وحده قياس مشتركه ما فيش وحده قياس عامه فبيلجا في هذه الحاله او تلجا الشركه في هذه الحاله الى تحديد وحده القياس في شكل وحده عمل يقول لك والله احنا اشتغلنا السنه دي مثلا او هنعمل شغل بحكم ان احنا بنخطط هنعمل شغل بمقدار مثلا 10 مليون ساعة 10 مليون ساعة يعني شوف عدد العمال يضرب في عدد ساعات العمل اليوم يضرب في المدة يديله وحدات العمل وقد تكون وحدة القياس وحدة زمن وحدة زمن أنا آسف اللي قلته ده كان عن وحدة الزمن وحدة العمل يقول وصل الله أنا هشغل مثلا عدد معين من العمال أو قد تكون وحدة القياس مادة خام ماده خام ماده خام زي ما قلت لكم في المحاضره زي المصنع اللي بينتج الموبيليا فهو يقول لك والله هو بينتج عده منتجات من للموبيليا بينتج حجرات نوم بينتج حجرات صالون بينتج مطابخ بينتج انواع متعدده فيقول لك والله انا هعمل شغل السنه دي ب متر 100 متر من الخشب الخشب هو الماده المشتركه فيهم كلهم فده اللي اللي بنقول عليه وحدة القياس العامة عامة 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 يعني عند منتجات تفصيلية عامة فبيلمها في مصطلح معين وقد تكون وحدة القياس زي ما قال مرة أحد أحدكم في المحاضرة قال والله وحدة القياس مثلا نقول إحنا هنعمل شغل مثلا ب 10 مليون جنيه إذا في حالة تعدد المنتجات بنعبر عن وحده القياس اما في شكل وحده منتج واما في شكل وحده عمل ساعات عمل واما في شكل ساعات عمل الي واما في شكل فلوس واما في شكل مواد خام ده بالنسبه للخطوه الاولانيه اللي هي تحديد وحده قياس عامة وبناء على هذا بيتنبأ بقى, بقى هو ايه اللي حيقدر يعمله من هذه المنتجات المختلفة وهنا لما بنعبر عن المنتجات المختلفة دي أحيانا المنتجات نفسها تكون من أحجام ومقاييس مختلفة لما تكون من أحجام ومقاييس مختلفة زي الصورة اللي قدامنا دي دي كلها حلل لكن زي ما احنا شايفين الحلل دي حجمها مش زي بعض فلما فلما تبقى الحاجات هي هي نفس المسمى ولكن تختلف من الحجم فبيسموها عائلة المنتج بيسموها عائلة المنتج فإيه المقصود بكلمة عائلة المنتج زي ما احنا اتفقنا مرة من المرات المقصود بكلمة عائلة المنتج إنه منتج معين استخدم في 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 إنتاجه نفس العناصر وتباع في نفس الأسواق ولنفس العملاء فبنسميها وحدة منتج وحده منتج و وهنا المواد الخام اللي اللي قدامنا دي كلها بتستخدم فيها نفس المواد الخام وكلها بتتباع لنفس العميل او نفس العملاء ولكن هي الاحجام هي اللي مختلفه ده المقصود بوحدة المنتج أو زي كده التلاجات أو التلاجات من حجوم مختلفة من أشكال مختلفة فبنسميها برضو بنسميها عائلة عائلة التلاجات اللي فات بنسميها عائلة الحلل ده اللي هو تحديد وحدة قياس عام الخطوة الثانية سياسات تمهيد استغلال الطاقة سياسات تمهيد استغلال الطاقة في ناس كده تاخذ الكلام وتحفظه لكن ايه معنى سياسات سياسات وتمهيد واستغلال الطاقه احنا شرحنا الطاقه الطاقه هي القدره على الانتاج كلمه الطاقه وحدها هي القدره على الانتاج استغلال الطاقه او زي ما احنا درسنا يمكن في مواد اخرى نسبه الطاقه المستغله او الطاقه المستغله الطاقه وحدها القدره على الانتاج الطاقه المستغله اللي هي الكميه المنتجه فعلا. يعني نقدر نقول ان الطاقه المستغله تساوي كلمه الانتاج. الطاقه المستغله تساوي كلمه الانتاج. طيب تمهيد ايه المقصود بكلمه تمهيد؟ طبعا زي ما قلت مره من المرات الكلمه ممكن تاخذ معاني مختلفه، واحد يقول لك تمهيد بمعنى مقدمه، لا ما نقصدش هنا بها تمهيد بمعنى مقدمه. انما يقصد التمهيد زي ما نقول كده في بنمهد الطريق يعني ايه نمهد الطريق او طريق ممهد طريق ممهد يعني تلاقي في فيه مرتفعات وفي منخفضات في مرتفعات ومنخفضات فلما نيجي نمهده نجيب المرتفعات باللودر ونروح ايه نزق التراب عشان نحطه في الحتت المنخفضه فيبقى الطريق ماشي بمستوى واحد ده اللي بنسميه تمهيد تمهيد طب واحنا هنمهد استغلال الطاقة ازاي او نمهد الانتاج ازاي ما استغلال الطاقة بمعنى الانتاج احنا قلنا ان والله الطلب بيزيد في فترات معينة ويقل في فترات معينة او يبقى في مرتفعات وفي منخفضات فبنمهد احنا عايزين ناخد الفتر.. نجيب العالي نحطه في الواطي نشوف الطلبات اللي في الفترة العالية لما يزيد الطلب نواجهها ازاي نواجهها ازاي والفترات اللي بقل فيها الطلب يعني ما عندناش شغل نواجهها ازاي فاحنا عايزين نماهد عشان نضمن علشان نضمن الانتاج بمعدل متساوي او معدل متقارب سياسات سياسات كلمه جامع مفردها سياسه وكلمه سياسه لو لو سالت يعني ايه معنى سياسه حد هيقول لي قاعده حد هيقول لي اجراء حد هيقول لي خطه لا ولا واحده من دول صح السياسه انه احنا عارفين انه المدير مسؤوليته انه يتخذ قرار والمدير عشان يتخذ قرار في بعض الاحيان ما يبقاش قادر يتحمل مسؤوليه اتخاذ قرار او مش عارف يتخذ القرار فيعمل ايه فيلجا لرئيسه الاعلى يساله يقول والله يا فندم المشكله الفلانيه مش عارفين ويعرض عليه المشكله مش عارفين نعمل فيها ايه فهو رئيسه يقول له التصرف اللي هو يتصرف فيه زي مثلا يعني مدير المشتريات مسؤول عن الشراء فهو هو هو مدير المشتريات لما يجي يشتري قدامه بديلين لما يبقى في بعدة بدائل اسمها وعايزين نختار واحد اسمها اتخاذ قرار فمدير المشتريات ممكن يشتري محلي ادي بديل وممكن يشتري مستورد وهو مش قادر يتخذ هذا القرار فيطلع على رئيسه الاعلى يقول يا فندم والله يعني احنا جينا طلب شراء في أصناف محلي وفي أصناف مستورد نشتري محلي ولا مستورد؟ فرئيسه يقول له اشتري مثلا محلي خلاص اشترى وحط وجابهم وحطوهم في المخزن وابتدينا نصرف منهم إلى آخره وخلصوا وبعدين فت مرة أخرى جاء نفس الطلبية برضه نفس الطلب فبرضه هو مش عايز يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار يطلع الرئيس نشتري محلي ولا مستورد؟ يقول له مثلا اشتري محلي. مرة قال تتكرر لما الاقي رئيسه الاعلى ان الموضوع متكرر باستمرار بهذه الكيفية فهو عشان ما هوش فضيله وفي نفس الوقت عشان المرؤوس اللي هو المدير المشتريات يقدر يتخذ القرار يقول كده حاجة يمشي عليها يقول له ايه بعد كده ما تسألنيش لا بعد كده لما يجي لك طلب شراء بالنسبة لهذه المادة اشتري محلي كلما امكن اهو اشتري محلي كلما امكن دي سياسة اسمها سياسة شراء سياستنا هي الشراء محلي ولا الرجل بتاع المبيعات مثلا سياستنا هي البيع نقدا فده معنى كلمة سياسة يبقى السياسة هي إيه؟ السياسة هي مرشد لمنتخذ القرار يعني اللي بيتخذ القرار اللي مش عارف يتخذ القرار هنحط له سياسة عشان يقدر يتخذ القرار والسياسة يحطها مستوى أعلى ويمشي عليها مستوى أدنى يعني حطها مثلا رئيس مجلس اداره يمشي عليها رؤساء القطاعات رؤساء القطاعات يحطوا سياسات يمشوا عليها مدير القطاعات مدير القطاعات يحطوا سياسات يمشي عليها مدير العموم مدير العموم يحطوا سياسات يمشي عليها مدير الادارات مدير الادارات يحط سياسات يمشي عليها رؤساء الاقسام رؤساء الاقسام يحطوا سياسات يمشي عليها المشرفين طب المشرفين يحطوا سياسات لا المشرفين ما بيحطوش سياسات. ليه؟ لانه السياسه بيحطها مستوى اعلى عشان يمشي عليها مستوى ادنى بيكون بيتخذ القرار. اللي بعد المشرفين العمال والموظفين والعمال والموظفين بينفذوا ما قرارات. ده معنى كل كلمه من الكلمات سياسات تمهيد استغلال الطاقه. فاذا المشكله اللي بتواجهنا بصفه عامه واحنا بنخطط للانتاج زي ما شفنا في السلايز اللي قبل كده ان الطلب متقلب مرة يزيد ومرة يقل فاحنا عايزين نحط سياسة يعني يسترشد بها المدير عشان نعالج الارتفاعات في الطلب والانخفاضات في الطلب عشان يبقى العملية ممهدة احنا عشان نطبق او علشان نشوف سياسات تمهيد استغلال الطاقة هذه السياسات يعني الحل عندنا حاجتين في حاجات تتخذها الاداره العليا وفي حاجات يتخذها مدير الانتاج اه السياسات اللي اللي تحطها الاداره العليا السياسات اللي تحطها الاداره العليا عده سياسات والاداره العليا هنا اللي هي هتحط هذه السياسات بالتعاون مع مدير التسويق وبالتعاون مع مديري مع مدير الانتاج إيه هي هذه السياسات؟ في سياسة اسمها إضافة منتجات مكملة، إضافة منتجات مكملة، يعني إيه إضافة منتجات مكملة؟ يعني زي شركة مثلا بتنتج دفايات عشان تتباع في الشتاء، طب وفي الصيف يقعد من غير شغل؟ أهو طلب م- ما فيش في الصيف مش ما فيش طلب على الدفايات، فنعمل إيه؟ نيجي في... ننتج منتج تاني عشان نبيعه في الصيف. ايه هو؟ ننتج مثلا مراوح او ننتج مكيفات، فهنا ضفنا منتج مكمل مكمل للمنتجات اللي احنا بننتجها، أو زي مثلا في حالة الفنادق مثلا الفنادق مثلا في أماكن الاصطياف زي اسكندرية وزي الساحل الشمالي والكلام ده، تروح الساحل الشمالي تلاقي مهجور. ولا تروح فنادق اسكندرية دلوقتي نسبة الإشغال فيها منخفض فنعمل إيه؟ يجي بقى في الصيف هو شغال بفول كاباسيتي بطاقته الكاملة في عشان عايز يجيب شغل فيروح بقى إيه؟, إيه يعرض تأجير القاعات اللي عنده للمؤتمرات علشان يضمن إشغال الحجرات اللي عنده فده اللي هي إضافة منتجات أو خدمات مكملة. النقطة الثانية السياسة الثانية اللي هي سياسة التأثير على مستوى وتوقيت الطلب من خلال سياسة تسعير مرنة مستوى وتوقيت، مستوى يعني إذا كان الطلب مرتفع أو منخفض، توقيت يعني إمتى نطبق هذه السياسة، تسعير مرنة تسعير مرنة تسعير وده أنا بيقول لما يبقى الطلب مرن زي ما احنا درسنا في الاقتصاد يكون الطلب مرن إذا مجرد حدوث خفض بسيط في السعر مثلا يزداد الطلب بكميات كبيرة أو مجرد رفع السعر بمقدار بسيط يقل الطلب بكميات كبيرة فهنا بنقول عليه طلب مرن فسياسات التسعير المرنة زي إيه مثلا زي مثلا في حالة شركات الخطوط الجوية شركات الخطوط الجوية تبص تلاقيها في فترات معينة في طلب على الحجوزات على الطيارات تروح الشركة رفع الأسعار وفي أوقات معينة ممكن الطيارة تطلع بنسبة معينة من الأشغال أو طلب منخفض أو يعني مقاعد مش مشغولة فيطلع أو هي الطيارة طلعة طلع فهيخسر كده أو يعني هتبقى تكاليفها مش تكاليفها يعني هتبقى تكاليف التشغيل عاليه فبيعمل ايه بقى؟ فبيروح يجي في الفترات اللي بيقل فيها الطلب يروح عامل يرخص اسعار التذاكر، ليه يرخص اسعار التذاكر؟ علشان الناس تاجل من فتره الذروه الى السفر لفتره انخفاض الطلب. زي إيه مثلا عندنا في مصر في رحله في في موسم الحج بيطلع مثلا كل يوم يمكن حوالي 24 رحلة طيران رايحة السعودية نقل الحجاج ورايحين بأسعار مرتفعة وهي راجعة وهي ترجع فاضية فعشان ما ترجعش فاضية تيجي شركة الطيران تعمل إيه؟ تقول تعمل إعلان عند السعوديين والله تعالى أقضي شهر في مصر تعالى أقضي شهر في مصر وإح ولما هتقضي شهر في مصر هتتحمل بس يا 1000 جنيه هي الطياره طلعت طلع ب بمش... الحاج مثلا بالتذكره ممكن توصل 8000 جنيه او اكتر لكن وهو راجع عشان حراجع فاضي يقول والله تعالى اقضي شهر في مصر وتذكره الطيران ب 1000 جنيه فشوف من 12000 او من 8000 الى 1000 جنيه فهنا سياسه تسعير مرن عشان يضمن انه في زباين تيجي وما يرجعش فاضي او زي مثلا في التليفونات انا ما اعرفش اذا كان موجود دلوقتي لا ولا لا زمان كان طلب على التليفونات الناس طول النهار عمال تتكلم او عايز يتكلم يتكلم في النهار بالليل الناس طلب على التليفونات بيبقى محدود فعشان كده كانت شركات التليفونات المكالمات في النهار بسعر وبالليل بدأ من بعد الساعة 8 تقريبا او الساعة 10 مش فاكر بالظبط كانت بسعر اقل فدي اللي هي سياسه تسعير مرنه بتلجأ اليها الشركات علشان تعمل تمهيد للطلب يبقى الناس اللي هم جايين في فتره الذروه يقول لك لا نستنى لغايه لما يجي الوقت الارخص نشتري او لما يجي الوقت الارخص في حاله التليفونات نتكلم. دي اللي هي سياسه تسعير مرنه. سياسه ثانيه من السياسات تمهيد استغلال الطاقه مواعيد تسليم مرنه مواعيد تسليم مرنه في اوقات معينه كده يزيد فيها الطلب في ناس عايزين يجي وقت الطلب يقول مش عارف الراجل شغال وطاقه كامله فيجي يقول ايه اعمل لي الحاجه دي اقول له لو استنيت عليا شهر هعملها لك بسعر ارخص فاذا انا بدل ما هو هياخدها الان لو استنى عليا شهر هياخدها بسعر ارخص يبقى أنا خدت الطلب اللي جاي لفترة فترة الذروة وأجلته أو نفذته في فترة لاحقة عندما يخف الطلب، ده اللي هي مواعيد تسليم مرنة. في سياسة رابعة اللي هي سياسة الحملات الإعلانية، وسياسة الحملات الإعلانية إن إحنا نعمل إعلانات في فترة انخفاض الطلب علشان نشجع الناس إنها تشتري أو عشان نفكرها إنها تشتري الحملات الإعلانية. آه، الخطوه اللي بعد كده اللي هي تحديد البدائل الممكنه للانتاج تحديد البدائل الممكنه للانتاج يعني ايه تحديد البدائل الممكنه للانتاج اللي هي القرارات التي يتخذها مدير الانتاج القرارات التي يتخذها مدير الانتاج والقرارات التي يتخذها مدير الانتاج مدير الإنتاج، أمال القرارات اللي فاتت اللي هي السياسات اللي قلنا عليهم الأربعة اللي فاتوا، دي من يتخذهم من الإدارة العليا. في قرارات بيتخذها مدير الإنتاج، القرارات اللي بيتخذها مدير الإنتاج اللي هي زي الآتي: القرارات اللي بيتخذها مدير الانتاج في عندنا لما يزيد عليا الطلب الجا للتشغيل الاضافي هو أصل المشكله ايه القرارات التي يتخذها مدير الانتاج المشكله انه انه الطلب زي ما احنا قلنا بيزيد والطاقه ثابته واحنا عايزين نواجه الانتاج لما يزيد الطلب وانا ما عنديش امكانيات هضيع فرصة بيعية ولما يقل الطلب يبقى العمال والمكان اللي عندي قاعد من غير شغل ندفع عجورهم والعائد محدود فعشان كده بيلجأ مدير الإنتاج إلى هذه السياسات زي إيه؟ زي ما قلت دلوقتي سياسة التشغيل الإضافي لما يزيد الطلب عليه يروح إيه؟ بدل ما هو شغال ورديه واحده سبع ساعات او ثمان ساعات يقول لك لا هنشتغل النهارده 12 ساعه او حنشتغل عشر ساعات هي ساعات العمل العاديه تبقى ثمانيه لما يشتغل عشر ساعات يبقى الاثنين دول اسمهم اضافي او لو يشتغل 12 ساعه يبقى الاربعه زيادة عن 8 اسمهم اضافي او ده لما يزيد الطلب طلب... طب لما يقل الطلب لما يقل الطلب يخفض ساعات العمل يعني مثلا انا انا شفت في مصانع المياه الغازيه في مصنع كان في الدقي اللي هو في اخر شارع التحرير بعد البحوث هو دلوقتي اتشال المصنع ده من مكانه المصنع ده كان عنده سبع خطوط انتاج كان في الصيف تلاقيه شغال ثلاث ورديات في الشتاء في الصيف شغال ثلاث ورديات السبع خطوط في الشتاء شغال خط واحد سبع ساعات سبع ساعات فاذا التشغيل الاضافي لما يزيد الطلب نزود ساعات العمل لما يقل الطلب نقلل ساعات العمل وفي سياسه تانية اللي هي سياسه التعيين والفصل سياسه التعيين اللي هي مستخبيه سياسه التعيين والفصل لما يزيد الطلب نعين لما يقل الطلب نستغني عن هؤلاء العمال في سياسه في سياسه ثالثه ان احنا هننتج بمعدل واحد يعني مش هنزود العمال ولا نزود ساعات العمل ولا نقلل العمال ولا نقلل ساعات العمل امال ايه ننتج على قد الطاقه طب يا عم انت هتنتج على قد الطاقه دلوقتي ممكن يكون ده فتره انخفاض الطلب زي المياه الغازيه هتنتج على قد الطاقه ازاي قال لك والله ننتج ونخزن نخزن عشان يتباع في الفتره اللي بيزيد فيها الطلب اسمها الاعتماد على المخزون سياسه اسف بيسموها استراتيجيات على فكره استراتيجيه رابعه بيسموها استراتيجيه تاجيل تنفيذ الطلبيات يعني لما يزيد عليها الطلب لما حد يطلب مني طلبية أقول استنى على شوية لو استنيت عليها شهر زي ما قلت من شوية إذا هذه الاستراتيجية ممكن يطبقها مدير الانتاج وممكن تتخذ بها قرار الإدارة العليا زي ما احنا قلنا أقول له لو استنيت عليها شوية هنفذها لك بساعة أرخص أو استنى على شوية لما أكون فاضي يعني سياق استراتيجية خمسة اللي هي التشغيل من الباطن وإحنا هنشوف كل واحدة من هذه الاستراتيجيات المختلفة هنبص نلاقي في الاستراتيجية الأولانية أهو ده اللي إحنا بنقول عليه، أدي الطاقة ثابتة وأدي الطلب متقلب، أواجه ازاي التقلبات في الطلب؟ في الاستراتيجيات الأولانية اللي هي لما يزيد الطلب، لما يزيد الطلب، لما يزيد الطلب، لما يزيد الطلب أهو اللي قدامنا ده لما يزيد الطلب أهو. يزيد الطلب اهو اهو في الجزء ده الطلب زياده عن الطاقه لما يزيد الطلب في السياسه الاولانيه ازود انا ساعات العمل ولما يقل الطلب لما يقل الطلب اقلل ساعات العمل زي كده هنا هنا في الحاله دي اقلل ساعات العمل هنا في الحاله دي ازود ساعات العمل فهي... ف... ف وهكذا في الجانب الاخر فدي بيسموها ايه دي بيسموها استراتيجيه تعقبيه تعقبيه يبقى لما يزيد الطلب بزود ساعات العمل ولما يقل الطلب بقلل ساعات العمل او لما يزيد الطلب لما يزيد الطلب ازود عدد العاملين ولما يقل الطلب اقلل عدد العمال فدي برضو يسموها استراتيجيه تعقبيه معنى كلمه تعقبيه جاية من يتعقب الشيء وكلمة يتعقب الشيء يعني ماشي وراه عارف كده زي ما بقول لك في, في ما في عقب الرجل الرجل عقب الرجل او عقب الرجل يعني ماشي وراه خطوه بخطوه يتعقبه يتتبعه ده معنى كلمه تعقبيه فهنا الإنتاج بيتعقب الطلب، الإنتاج بيتعقب الطلب، زاد الطلب يزيد الإنتاج، قل الطلب يقل الإنتاج، فإيه هي الاستراتيجيات التعقب؟ يبقى إذا الاستراتيجيات التعقبية هي التي يساير فيها الإنتاج الطلب أو التي يتبع فيها الإنتاج الطلب، ودول استراتيجيتين، إيه هما الاستراتيجيتين؟ التشغيل الإضافي وتخفيض ساعات العمل أو زيادة عدد العمال وخفض. عدد العمال دي بيسموها استراتيجيات تعقبيه وما الاستراتيجيات الثانيه تاجيل تنفيذ الطلبيات والاعتماد على المخزون والتشغيل من الباطن الاستراتيجيات دي هنا في, في الاعتماد على المخزون ادي الطاقه وادي الطلب طلب متقل هو هنا لا هيزود عمال ولا هيقلل هيمشي هينتج على قد الطاقه أو الإنتاج مساوي للطاقة، طب يا عم هنا أنت الإنتاج عندك أهو أقل من الطاقة، الإنتاج هنا أقل من الطاقة، أو خلينا ناخد دي، الإنتاج هنا أهو الإنتاج هنا مساوي للطاقة، لكن الطلب، الطلب قليل قال آه، الطلب القليل ده اللي أنا أنتجته هنا، أدي الطلب وأدي الطاقة، أنا هنتج الجزء ده، الجزء ده، الجزء ده, الجزء ده مش هيتباع دلوقتي. أمال إيه؟ هنوديه في المخزن يتباع إمتى؟ يتباع في فترة الضربة. وهنا برضو أهو الإنتاج <applause> عفوا هنا الإنتاج الإنتاج برضو هنا في هذه المرحلة في هذه الحالة أقل من أقل من الطلب هينتجوا ويخزنوا ويبيعوا في هذه الحالة. فهنا في الحالة دي الانتاج والتخزين ماشي بمستوى واحد او زي ما انت شايف ماشي بمستوى واحد فب... فب... فبنسمي الاستراتيجيه دي استراتيجيه التسويه تسوية يعني مسوي جاب العالي في الواطي زي ما احنا اتفقنا وهكذا ايضا في استراتيجيه تاجيل تنفيذ الطلبيات اللي جايين هنا في فتره الذروه والله استنى عليا لم بعد شهرين ولا بعد شهر ابقى انتجها لك، فإذا أنا أخذت العالي ده وجبته هنا، فعشان أنتج بمعدل متساوي، أو زي ما احنا قلنا ناخد الشغل اللي جاي فترة الزيادة ده وننفذه عند حد تاني في حالة التشغيل من الباطن، فبنسميها استراتيجيات التسوية. سؤال هل المنشأة، احنا قلنا دلوقتي خمس استراتيجيات، اثنين منهم استراتيجيتين تعقبيتين اللي هي زيادة ساعات العمل أو خفضها وزيادة العمال أو خفضها وثلاثة استراتيجية تسوية هي الاعتماد على المخزون وتأجيل تنفيذ الطلبيات والتشغيل من البطل. هل يمكن للمنشأة أن تختار استراتيجية واحدة أو أكثر؟ المنشأة هي حرة المصنع أو المنشأة هي حرة تختار اللي يناسبها فيمكن أن تجمع بين أكثر من استراتيجية فإذا كانت بتجمع أكثر من استراتيجية زي مثلا تجل التخزين مثلا أو التعاقد من الباطن مثلا أو زيادة ساعات العمل أو خفضها لو جمع أكثر من استراتيجية بيسموها استراتيجية مختلطة يبقى مختلطة يعني يعني يجمع بين أكثر من سياسة يمكن حد يسألني يعني ينفع يجيب استراتيجية تسوية مع استراتيجية تعاقبية ينفع هو هو يقدر ظروفه هو صاحب القرار لكن مش شرط يختار استراتيجي واحد فاذا إيه؟ هي الاستراتيجية المختلطة هي التي يختار فيها مخطط الانتاج اكثر من استراتيجية لمواجهة الطلب دي اللي هي الاستراتيجية المختلطة لكن لو مشي على سيا... على استراتيجي على استراتيجية واحدة بيسموها الاستراتيجية الصافية فالاستراتيجية الصافية ان المنشأة تختار سياسة او استراتيجية واحدة فقط وتنفذها وتمشي عليها. الخطوة اللي بعد كده اللي هي اللي احنا شفناها في الجدول اللي فات ان نختار ازاي الاختيار والله يتوقف على حاجتين يتوقف على نوع التكاليف نوع التكاليف او سلوك التكاليف مش نوع التكاليف سلوك التكاليف كلمة سلوك اللي هو الحركة والنشاط فسلوك التكاليف هل التكاليف بتاعتك تكاليف ذات خط مستقيم ولا تكاليف سلوكها يتبع خطا غير مستقيم. خط مستقيم يعني لما تبقى معدلات التغير في التكاليف ثابته او 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 التكاليف يمكن تمثيلها بشكل خط مستقيم، غير خطيه يعني لما لا تمثل بخط مستقيم. ال ال فاختيارنا الاستراتيجيه زي ما شفناها في الجدول اللي فات يتوقف على سلوك التكاليف اذا كانت خطيه او غير خطيه، وبعدين في على حسب نوع الخطط اللي اللي هيختارها. وهنا في خطط لا تعطي حلا امثل وفي خطط تعطي حلا امثل. حل امثل يعني الحل كلمه الامثل، كلمه الامثل انا كنت شرحت لكم كلمه الامثل. الامثل هو الذي لو تجاوزنا عنه لو كانت التكاليف مثلا، لو تجاوزنا عنه بالزياده او النقص تزيد التكاليف. او لو عمال، لو تجاوزنا عنه بالزياده او النقص يبقى في بطاله مقنعه. او يبقى في تحميل على العمال فالامثل اللي هو الوضع الافضل الوضع الافضل ففي خطط تعطي حل امثل وفي خطط لا تعطي حل امثل من الخطط اللي بتعطي حل امثل وفي نفس الوقت بنفترض فيها ان التكاليف خطيه زي البرمجه الخطيه اللي هي طريقه السمبلكس وطريقه النقل وانتم درستوا هذه الحاجات او بتدرسوها في ماده المشكلات المحاسبيه وبحوث العمليات وفي طرق لا تعطي حل أمثل والتكاليف بنفترض إنها خطية زي اللي هنشوفها مع بعض زي الرسوم البيانية وزي الجداول اللي إحنا هنحسبها مع بعض. ده فيما يتعلق ب, ب... الاستراتيجيات ال... ال... التي يتبعها مدير مو... الانتاج لما نروح نتكلم بعد كده اهو اه هنا في لما نيجي نشوف الاستراتيجيات اللي عندنا إحنا قلنا في استراتيجية اللي هي نزود ساعات العمل ونخفضها، أو نعيل ونفصل، أو زي ما إحنا قلنا نثبت مستويات المخزون، وفي طبعاً الاستراتيجيات الأخرى اللي قلنا عليها. إحنا لما نيجي نتخذ قرار أو لو ندي مسائل، الحاجة اللي طالبينها بنسميها مجهود، فلما نيجي نتخذ قرار في أي استراتيجي من هذه الاستراتيجيات. او لما نيجي ندي مساله ونطلب منك حاجه معينه ودول التلات حالات اللي احنا بندي فيهم المسائل زياده او خفض ساعات العمل التعيين والفصل الانتاج والتخزين لو لو احنا في 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 استراتيجيه زياده او خفض ساعات العمل وانا مدير بتخذ القرار فالقرار هنا اللي عايز اتخذه ازود اشغل كام ساعه اضافي او اقلل كام ساعه هو نفس الكلام لو ندي مساله اقول لك والله طيب الانتاج عايز كذا عايز كام ساعه وانت متخذ القرار وانت اللي هتتخذ قرار تزود كم ساعه او تقلل كم ساعه فاذا هنا في هذه السياسه اللي احنا عايزين نحسبه في المساله هنا عدد ساعات العالم اليومي في التعيين والفصل برضو نفس الكلام نفس الكلام ايه هو اللي هو هنعين كام هنفصل كام وعشان كده يسألك في المسألة ما هي عدد العمال المعينين أو المفصولين. في الاستراتيجية التالتة اللي هي الإنتاج والتخزين نقول لك والله في الفترة الفلانية المخزون كام؟ فإذا لو مدير حتتخذ قرار يبقى إذا الجانب اللي على اليسار ده اللي هو مكتوب باللون الأبيض على ساعات العمل اليومي وعدد العمال والإنتاج والمخزون هو ده اللي بنتخذ فيه قرار أو لو ده مسائل هنحلها يبقى دي الحاجات اللي هيطلب منك حسابها. عشان تحسب هذه الحسابات المدير عشان يتخذ قرار عايز معلومات وانت كمان كطالب عشان تحل المسألة عايز بيانات فالبيانات اللي هنديها لك ايه بقى البيانات اللي هنديها لك هي الاتي هنديك بيانات عن بتبقى عارف ما انت بتخطط لو بتخطط بيبقى عارفين مثلا بنخطط السنة مثلا لو بنخطط على مستوى السنة السنه شغالين كام شهر ولا شغالين كام يوم عدد ايام العمل في الفتره لو بتخطط للسنه السنه شغالين فيها كم يوم او لو شغالين بالاسبوع شغالين في الاسبوع كام يوم لو شغالين مثلا في الشهر طب في الشهر كام يوم ف... فاحنا بنخطط لفتره فنبقى عارفين الفتره دي عدد ايام العمل فيها كام وبنبقى عارفين زمن انتاج الوحده زمن انتاج الوحده طب دي هنعرفها ازاي بنبقى عارفين حاجه اسم... عاملين حاجه اسمها دراسه الزمن والحركه ومن خلالها بنعرف الوحده تاخد زمن كام وبعدين في حاله زياده او خفض ساعات العمل بيبقى المعلوم عندنا هنا بنزود او نخفض ساعات العمل بنزود او نخفض ساعات العمل ليه عشان نواجه الطلب اذا الطلب معلوم ويساوي الانتاج و... وعدد العمال اللي عندي هم 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 هم, هم عدد العمال اللي انا بشتغل عليهم لا هزود ولا هقلل فعدد العمال هنا ثابت في حاله التعيين والفصل انا بعين وافصل ليه برضو عشان اوجه قابل الزياده في الطلب او 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 انخفاض في الطلب اذا برضو اللي معلوم عندي هنا الانتاج معدل الانتاج او او الطلب اللي على اساس احنا عايزين نتتبعه خلي بالك هنا في الحالتين دول في الحالتين دول ال الانتاج يتتبع الطلب الانتاج يتتبع الطلب عشان كده معمول يساوي ومعلوم عندنا في هذه الحاله ساعات العمل اليومي في حاله الانتاج والتخزين في حاله الانتاج والتخزين ايه المعلومات الاضافيه اللي هتبقى موجوده عندي هنا لا هيفصل عمال ولا هيعين عمال ولا هيزود ساعات عمل ولا هيقلل ساعات عمل وبالتالي المعلومه عندي في هذه الحاله عدد العمال وعدد ساعات اليوم ده فكرة عامة هتساعدنا لما هندخل نشرح بعض المسائل أو لو أنت بتخطط يبقى لو أنت بتخطط هتتخذ قرار اللي هو مسميه المجهود مجهول يعني لو هتحسب مسألة وعايز معلومات معلومات أو معطيات اللي عندك أو البيانات عايز بيانات فدي البيانات أنت هتبقى عارفها في الحياة العام في الواقع العملي هتبقى عارف هذه البيانات هنلاحظ هنا هنلاحظ هنا في حالة زيادة خفض ساعات عمل والتعيين الفصل أن الإنتاج يتتبع الطلب، هشوف في الحالتين الإنتاج يساوي الطلب. لكن هنا في حالة مستويات المخزون العمال هي ثابتة وساعات العمل هي ثابتة لا بيزود ولا بيخفض ولا بيستغنى عن عمال ولا بيخفض، فدول معروفين. أمال هو عايز إيه القرار اللي يتخذه؟ هنتج كام وخزن كام؟ هنتج كام وخزن كام؟ نشوف بقى الاستراتيجي الأولانية اللي هي استراتيجية 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 التشغيل الإضافي وتخفيض ساعات أو تخفيض ساعات العمل، يعني إيه التشغيل الإضافي؟ زي ما إحنا بنقول إنه يتم تغيير كمية الإنتاج بنفس القوة العاملة، مش هيغير في عدد العمال، عدد العمال ثابت، ويواجه زيادة في الطلب ازاي؟ او يواجه زيادة في الطلب بزيادة الانتاج، طب ويزود الانتاج ازاي؟ بيتم التشغيل الاضافي، او يلجأ لما ينخفض الانتاج يلجأ إلى خفض ساعات العمل، يبقى في استراتيجية التشغيل الاضافي وتخفيض ساعات العمل فيها معدل القوى العاملة ثابت، ها؟ اه القوه العامله ثابته كعدد عمال ثابت امال هو بيواجه الزياده ازاي زي ما احنا بنقول يا اما يزود ساعات العمل او يخفضها يبقى ال... 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 بيغير في كميه الانتاج بنفس القوه العامله عن طريق تشغيل الاضافه لزياده الانتاج وتخفيض ساعات العمل لخفض الانتاج الاستراتيجيه هذه الاستراتيجيه لها مزايا وشوف كل حاجة كل حاجة في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى خلقها فيها مزايا وعيوب فالاسترات ولذلك ولذلك احنا لازم نعرف نختار نطبق السياسة امتى لما ناخد مزاياها ونبتعد عن عيوبها فمن مزايا من مزايا الاستراتيجية دي الاحتفاظ بمعدل ثابت من العمالة هو الاحتفاظ بمعدل ثابت من العمالة ده ميزة اه ميزة ليه؟ لأنه ممكن العمال دول يكونوا مهرة وبالتالي انا لما اجي افرق فيهم زي الاستراتيجيه اللي جايه بعد كده ادور عليهم في الموسم اللي بعد ما الاقيهمش فهنا محافظ على عمالته محافظ على عمالته احتفاظ بمعدل ثابت من العماله وخصوصا من العمال المهر الاحتفاظ بالعمال المهر وعدم الاحتفاظ بالمخزون هو عدم الاحتفاظ بالمخزون ميزه اه ميزه لان زي ما هنشوف في الاستراتيجيه الثالثه لما يجي يحتفظ بالمخزون عايز مكان يخزن فيه وممكن يتعرض للتلف، وممكن يتعرض للتقاط فاحنا بنتلافى هذه التكاليف، بنتلافى هذه التكاليف. من مزايا هذه الاستراتيجيه انه العمال بيرحبوا بالتشغيل الاضافي، بس خلي بالك احيانا ايدي احيانا يعني لما يكون لما يكون معدلات الاجور منخفضه والاسعار مرتفعه والناس مش قادره تعيش فتبص تلاقي إيه؟, إيه, إيه, ايه يحب هو التشغيل الاضافي علشان ايه عشان يرفع من مستوى دخله ولذلك حتى في الامور الصعبه في الحياه المعيشيه الصعبه بنجد انه مثلا موظف ده خارج الموضوع الموظف الموظف مثلا بعد ما يخلص شغله يروح يشتغل مثلا على تاكس ولا يشتغل شغلانه تانية ليه علشان يزود دخله فهو هنا لما احنا نشغل اضافي جوه المصنع نرجع تاني الموضوع لما نشغل اضافي جوه المصنع العمال بيرحبوا بهذه الطريقه علشان بيزودوا بيها دخلهم من 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 المزايا ايضا التكاليف المترتبه على على زياده او خفض خفض التكاليف المترتبه على زياده او خفض ساعات العمل خفض التكاليف المترتبه على زياده او خفض ساعات العمل يعني ايه؟ يعني انه على زيادة او خفض أسد العاملين في استراتيجيات تانية اللي احنا هنشوفها تيجي تزود العمالة او تقلل العمالة حتدفع اجور لهؤلاء العمال دي هتدفع هيترتب على هذه الاستراتيجية زيادة في التكاليف الاستراتيجية دي اللي هي التشغيل الاضافي زيادة ساعات العمل او خفضها انا شفت في 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 مقابله مع رجال الاعمال في في مدينه 6 اكتوبر انه ال ال زي ما هنشوف دلوقتي في العيوب مثلا لما نشوف في العيوب من عيوب من عيوب الاستراتيجيه الاولانيه دي ان النقابات تعطي العمال الحق في رفض التشغيل الاضافي يعني في واحد مثلا يقول لك والله لا هو مش عايز يشتغل اضافي النقابات القويه في بعض البلدان بتعطي للعامل الحق في ان يرفض التشغيل الاضافي محدش يقدر يجبره محدش يقدر يجبره في البلاد اللي فيها نقابات عمال قويه هو طيب ليه بيرفض التشغيل الإضافي هو بيرفض التشغيل الإضافي لأنه ممكن يبقى هو عنده ورشة خاصة بيه فهو للربح يعني يخلص شغله في المصنع أو في الشركة ويرجع يفتح الورشة بتاعته فهو هنا الداخل اللي بيجي من الورشة بتاعته أعلى من التشغيل الإضافي فده بنعتبره عيب عيب تاني ارتفاع التكاليف ارتفاع التكاليف التشغيل والفصل زيادة ساعات العمل أو خفض ساعات العمل يؤدي الى ارتفاع التكاليف اه يؤدي الى ارتفاع التكاليف ليه يؤدي الى ارتفاع التكاليف زي ما هنشوف بترتفع التكاليف نتيجه زياده ساعات العمل وما يترتب عليها من من ارباك ويترتب على عامل اخر يؤدي الى ارتفاع التكاليف انه الاجر العادي لو الاجر العادي لو افترضنا ان الاجر العادي 100% الاجر الاضافي 150% يعني لو افترضنا انه العامل بياخد في الساعه مثلا يعني 10 جنيه لو افترضنا لما يشغل اضافي يبقى اجر الساعه 15 جنيه ده اللي هو ارتفاع التكاليف ارتفاع التكاليف فيها عبء اخر اللي هو انخفاض الانتاجيه وانخفاض الانتاجية انخفاض الانتاجية، وهنا خلي بالنا الانتاج غير الانتاجية، الانتاج هو عدد الوحدات المنتجة، الانتاجية نسبة، لما نقول الانتاجية نسبة، نسبة إلى ايه؟ يعني ايه نسبة؟ يعني نشوف الناتج نقسمه على عدد العمال اللي يطلع ده اسمه انتاجية العامل، الناتج على عدد العمال اسمه انتاجية العامل. أو الناتج الإنتاج على عدد ساعات العمل يديني إنتاجية الساعة، فلما تيجي تشغل إضافي بتنخفض الإنتاجية، ليه بتنخفض الإنتاجية؟ ويعني إيه؟ يعني لو افترضنا إن هو بينتج في الساعة خمس وحدات في الوقت العادي، لما تشغله أوفر تايم أو إضافي بينتج أربع بينتج أربع وحدات بس، ليه؟ لأنه بيبقى تعب، بيبقى أرهق، فبالتالي بتنخفض الإنتاجية. انخفاض معدل الجودة ليه لأنه لما يبقى تعب فطبعا مش هيدقق مش هيخلي باله عشان كده الجودة هتنخفض زيادة معدل الحوادث نتيجة التعب ونتيجة الإرهاق أه وهذه الاستراتيجية أه بنجد انه أحيانا التقاليد والأعراف السعيدة في مجتمع معين يمكن ما تجعلش لاصحاب الاعمال الحق في او ما يقدروش يطبقوا هذه الاستراتيجيه بسهوله يعني شوف في اللقاء اللي احنا عملناه مع مع اصحاب المصانع في العاشر من رمضان مصنع بيشغل اناث عنده في المصنع فبيقول والله هو كان لما بيجي يشغل اناث اوفر تايم هو يعني مجتمعنا محافظ طبعا فيروح يبعث لهم عربيات ياخذهم من البيت ويرجعهم من البيت ولذلك كانوا لما يشتغلوا يشتغلوا يومين ويريحوا ويريحوا يوم فده بيعمل له ارباك ده اللي هي العيوب الناتجه عن استراتيجيه زياده ساعات العمل او خفضها ولذلك ما دام لها عيوب ومن ضمن العيوب ايضا ارهاق الالات في حاله زياده الطلب وبقائها عاطله في حاله انخفاضه يعني ايه ما هو انت لما هيزيد الطلب هتزود ساعات العمل على نفس الالات يبقى انت ارهقت المكنه ارهقت المكنه انت اثرت يعني عن حطيت لها فوق طاقتها ولما قل الطلب ما انت ما شغلتهاش بكامل طاقتها وبعدين من عيوبه ايضا انها بتحتاج لمهارات اشرافيه عاليه عايزه ناس تفهم في الاشراف المشرفين لازم يبقوا فاهمين ليه لانه لازم المشرف لازم يخلي باله عشان قلنا من عيوبها انها الجوده هتبقى فلازم يخلي باله يفتش على العامل ويشوف الجوده طالعه مطابقه ولا لا وبعدين ممكن زي ما احنا قلنا هنشغل اوفر تايم فهيحصل ارباك ها ومحتاج انه بعض الناس هيقول لا زي ما احنا قلنا والله لا احنا مش عايزين نشتغل اضافي ومحتاج انه هو لو هيختار منهم هيختار مين فعشان كده عايزة مهارات اشرافيه عاليه وزيادة معدلات دوران العمل والغياب كلمة دوران العمل دوران العمل أنت طبعا درست هذا الكلام في إدارة الموارد البشرية أنه إذا كنا بنعين ناس استنوا عندنا في المصنع شوية ما يعجبهمش الحال يمشوا فنعين غيرهم استنى شوية يمشوا فدوران العمل اللي هو معدلات التعيين والفصلة معدلات التعيين للعمال وتركهم للعمل بنسميه دوران العمل فهنا ب... بترتفع معدلات دوران العمل والغياب في حالة في حالة التشغيل زيادة ساعات العمل أو خفضها. وزي ما قلت لكم أنا شفت في مصانع عاشر من رمضان مصانع آسف 6 أكتوبر الناس يشتغلوا يومين ويريحوا يوم. ده ال... هو الغيابة. الغياب الغياب يشتغل يومين ويغيب يوم. فده اللي هو العيوب اللي هي موجودة في استراتيجية زاد ساعات العمل وخفضها تطبق امتى؟ زي ما قلت نطبقها لما نستفيد من مزاياها ونبتعد عنها لما يكون فيها عيوب تطبق امتى؟ في حالة سلع المستهلك النهائي سلع المستهلك النهائي مثلا لو هنفترض مثلا زي الخبز دي من السلع الضرورية لما يزيد الطلب هنضطر في فترة الزرع نزود عدد الخبازين ليه علشان لو في أفران يعني نزود عدد الخبازين أو آه آسف نزود عدد ساعات العمل نزود عدد ساعات العمل علشان إيه عشان نقدر نواجه الزيادة في الطلب ولما يقل خلاص يستغني عن السلع القابلة للتلف ليه السلع القابلة للتلف نشتغل في نزود أو نخفض ساعات العمل لأن ما نقدرش نطبق سياسة الإنتاج والتخزين لان لو انتجناه وحطيناه في المخازن هتتلف يبقى لازم الحاجة نبيعها طازه وعشان كده في مصانع المياه الغازيه مثلا ما بيطبقش سياسه الانتاج والتخزين ليه لانه ما يقدرش ينتج المياه الغازيه في الشتاء عشان يبيعها في الصيف ليه لان المياه الغازيه فتره صلاحيتها تنتهي بعد شهرين من انتاجها متطبق ايضا في في حاله الخدمات التي تؤدى في اوقات محدده الخدمات خدمات طبعا احنا عارفين الفرق بين السلعه والخدمه زي ما قلنا مره السلعه اللي هي ملموسه الخدمه اللي هي غير ملموسه ايه الخدمات التي تؤدى في اوقات محدده زي مثلا الـ 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 الخدمات التي تؤدى في اوقات محدده لحظه واحده الخدمات التي تؤدى في أوقات محددة زي إيه مثلا زي في حالة في رمضان مثلا بنزود ساعات العمل المواصلات مثلا المفروض لو نخلص الساعة 11 المواصلات بتفضل شغالة لغاية الساعة واحدة بالليل ليه؟ لأن لازم نقدر عشان نقدر نواجه الناس اللي بتسهر وبتنتقل من مكان إلى آخر ده فيما يتعلق باستراتيجية التشغيل و زيادة ساعات العمل وخفض ساعات العمل، الاستراتيجية اللي بعد كده اللي هي التعيين والفصل التعيين والفصل، التعيين والفصل العاملين، الاستراتيجية دي في حال زيادة الطلب نعين عمال ولما نخفض الطلب نستغني عن هؤلاء العمال بحيث معدل الإنتاج يتوافق مع معدل الطلب. أه وزي ما قلت لكم زي في مصانع المياه الغازيه مصانع المياه الغازيه بيزيد الطلب عليه في الصيف فلما يزيد الطلب عليه في الصيف يروح بقى ايه بدل ما هو انا قلت لكم من شويه ان هو في الشتاء شغال ورديه واحده سبع ساعات في الصيف شغال ثلاث ورديات شغال ثلاث ورديات وقلت لكم في مصنع اللي انا شفته كان في الصيف شغال خط واحد في الشتاء اسف، شغال خط واحد وردية واحدة، في الصيف شغال ثلاث ورديات، طب يجيب منين عمال؟ يبقى هو هيزود هنا عدد العمال، فهنا في هذه استراتيجية التعيين الفصل لما يزيد عليه الطلب يعين عمال، لما يقل الطلب يفصل العمال، في مصانع المياه الغازية تعين ناس بتشتغل في الصيف تستغني عنهم في الشتاء، مصانع السكر مثلا، عصير أصل السكر، بتعين ناس في موسم العصير وتفصل الناس في غير موسم العصير فدي اسمها سياسة التعيين والفصل السياسة دي لها مزايا ما فيها بمخزون لان مش السياسة دي احنا السياسة دي واللي فات السياستين تعقبيتين وبالتالي ما عندناش مخزون الا ما كان متبقيا من مخزون سابق يعني عيوبها ايه الاستراتيجية دي انا لما يبقى عندي عمال ويزيد عليا لما يزيد عليا الطلب هزود العمال طب ما هو لما هيزيد عليا الطلب هزود العمال هو هيزيد عليا وعلى غيري وبالتالي ممكن ما الاقيش العماله ولذلك انا شفت فعلا في مصانع السكر كان يبعتوا الناس لمسافات بقى... يبعتوا العربيات بتاعتهم لمسافات بعيده عشان تدور على عمال يجيبهم يشتغلوا عندهم في المصنع نمره 2 ارتفاع التكلفه ارتفاع تكلفه ايه اصلك لما هتعين يبقى لازم تعمل اعلانات او زي ما قلت أو في شركه السكر بعت يبقى يبقى الاتوبيسات بتاعتهم تروح تدور تجيب لها عمال ما كان تكلفه انتقال او زي ما نقول هنعمل اعلانات وبعدين الناس اللي هنجيبهم هنختبرهم او بعدين هندربهم فدي تكاليف في حاله التعيين في حاله الفصل هندي مكافاه نهايه خدمه فارتفاع التكلفه من عيبها ايضا انخفاض انخفاض الانتاجيه قرب الاستغناء عن العمال يعني آآ آآ لما يبقى خلاص الموسم هيخلص الناس بتبقى محبطه طب وبعد كده هيلاقي الشغل فين؟ فتنخفض فده يأثر على انتاجيته، انتاجيته تقل لأن هو محبط وانخفاض الروح المعنويه. دي اللي هي الـ 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 العيوب اللي هي في سياسة أو في استراتيجية التقييم والفشل. نطبقها امتى؟ نطبقها في الحالات التاليه. نمرة واحد هيعين ويفصل. أه لو كان العمال اللي عندك عمال ذوي مهارة عالية لا تتبع السياسة الأولانية أو تتبع سياسة آسف اللي هي الإنتاج للتخزين عشان ما يفرطش في العمال بتوعه هي الأولانية هي الاحتفاظ مع الإنتاج والتخزين. ولذلك في هذه السياسة هذه الاستراتيجية تنفع امتى؟ الاعمال التي لا تتطلب مهارات عاليه، يعني مصانع السكر ومصانع المياه الغازيه، مصانع المياه الغازيه لما بتيجي يزيد عليها الطلب تزود عدد العمال، العمال اللي بتجيبهم دول ما عندهمش فكره، هو عايز واحد بس يقف على المكنه. او عايز واحد يناول، مش عايز مش عايز واحد متخصص، فبيعتمد على الطلبه. في مصانع السكر برضه بيجيب عماله زراعيه عشان بس تقشر يعني مهمه العامل بس يقشر الأصب عود القصب علشان لما يدخل في المكنه يبقى خالي من القشر فاذا في هذه الحاله الـ 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 اذا كان العمل لا يتطلب مهارات عاليه مهارات عاليه نطبق هذه الاستراتيجيه لانه هنجيب ناس ما عندهاش فكره او ما عندهاش معلومات عن العمليه الانتاجيه كامله لكن اذا كان العمال مهاره ينطبق السياسه الاولانيه ينطبق السياسه اللي جايه اللي هي الانتاج ايضا في الاعمال ذات الطبيعه الموسميه زي ما ضربت مثال في المياه الغازيه وزي ما ضربت مثال في شركه السكر تعالوا دلوقتي هنعين ونفصل هنعين ونفصل طب لو انا عايز اطبق هذه الاستراتيجيه فممكن يطلب منك او, أو, أو انت ازاي تتخذ قرار او لو ندي لك مساله ونقول لك والله قول لنا هنعين كام ونفصل كام احنا عشان نعين ونفصل، نعين ونفصل، نفكركم تاني بالقرار اللي إحنا قلنا عليه. هنعين ونفصل، فالقرار أو المسألة يقول لك هنعين كام ونفصل كام. طب إيه المعلومات اللي عندي؟ آه قلنا هو هيثبت العمالة فعندي عدد العمال. وأنا هنا في السياسة دي هعين وأفصل يعني الإنتاج ماشي مع الطلب، يبقى عايز الطلب، يبقى أنا عايز الطلب وعايز عدد العمال. وبعدين غير الطلب وغير عدد العمال الوحدة زمن إنتاجها كام وهنشتغل فترة قد ايه؟ واحنا قلنا الحاجات دي من شويه، قلنا الحاجات دي معطيات او معلومات. فحجم الطلب المقدر احنا لان احنا تنبأنا ودرسنا، زمن انتاج الوحده لان احنا حاسبينها من دراسه الزمن والحركه، عدد ايام العمل في الفتره بنبقى عارفين لان احنا بنخطط لفتره احنا عارفينها، عدد ساعات العمل اليومي احنا عارفين سياسه شركتنا. فدي هذه الامور معروفه بالنسبه لمدير الانتاج، او لو انت اللي هتحل مساله الاربع حاجات دول هيبقوا مديهم لك. الخطوه الثانيه تبتدي انت انت تحسب عدد الساعات اللازمه للانتاج المطلوب ما انت عرفت الطلب وهنا الطلب ما دام عرفت الطلب فهنا السياسه دي سياسه استراتيجيه استراتيجيه تعقبيه فالانتاج ماشي مع الطلب فتروح تقول ايه طب الانتاج ده عايز كام ساعه طب أنا اعرفها ازاي ما انت عندك الانتاج ومدير لك زمن انتاج الوحده تضرب الانتاج تضرب كميه الانتاج او حجم الطلب لان الانتاج بيساوي الطلب في زمن انتاج الوحده يديلك الساعات اللازمه لهذا الطلب او لهذه الكميه الخطوه الثالثه تبتدي تحسب عدد الساعات التي يعملها العامل في الفتره العامل هيشتغل كم ساعه في الفتره الفتره اللي هي الفتره التخطيطيه يعني مثلا اكون انا مثلا والله بخطط لاسبوع يبقى يبقى خمس ايام طب هو شغال كام في اليوم عدد ساعات العمل اليومي اضربها في عدد الايام يديني عدد ساعات في الاسبوع شغال مثلا 20 يوم في الشهر في عدد ساعات العمل اليومي يديني عدد الساعات في الشهر وهكذا في السنة ودي بنحسبها عدد ساعات عمل العامل في الفترة فدي بتساوي عدد أيام العمل في الفترة إذا كانت أسبوع أو شهر أو سنة وبروح في عدد ساعات العمل اليومي عدد ساعات عمل العامل في الفترة عدد ساعات عمل العامل في الفترة عدد ساعات عمل العمل في الفترة هي عبارة عن عدد أيام العمل في عدد ساعات العمل اليومي تعالوا نأخذ مثال مع بعض ونشوف فيه إزاي نحسب هذه الحاجات المثال رقم 3 صفحة 288 مثال رقم 3 صفحة 288 معاكم في للكتاب لو شفنا المثال بيقول فيما يلي الطلب ربع السنوي يبقى هنا الفترة ربع سنة الفترة ربع سنة يعني السنة أربع أربع في الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع الربع الأول الطلب أربعين ألف الربع الثاني سبعة آلاف سبع آسف سبعة وخمسين ألف وخمسين مية في الربع الثالث خمسة وخمسين ألف في الرابع اتنين ثلاثة وخمسين ألف وخمسمائة ويقول والله احنا في الفترة ما احنا قلنا ايه في حاجات فده الطلب اللي هو تنبأ بيه وده هيساوي الانتاج معطيات وهو اللي بيتخذ قرار يبقى دي معروفة وبعدين عدد ايام العمل في الفترة والله احنا هنشتغل في الفترة 65 يوم وعدد ساعات العمل احنا هنشتغل في اليوم 8 ساعات وزمن انتاج الوحدة دارسينها احنا 3 فاصلة الشركه هتتبع سياسه التعيين والفصل هتتبع سياسه التعيين والفصل عايز ايه انت عايز اعين كام وافصل كام وعين امتى وافصل امتى علما علما خلي بالك من النقطه دي ان عدد العمال اللي موجودين عندي 234 عام فاول خطوه نعملها نروح نحسب انا اهو عم مديني عدد ايام العمل ومديني عدد ساعات العمل اليومي عدد ايام العمل 65 ها أه؟ عدد ايام العمل عدد ايام العمل 65 وعدد ساعات العمل اليومي 8 هنروح ايه من دول نحسب عدد ساعات عمل العامل في الفتره في ربع السنه لان هو الفتره عنده ربع سنه فهنضرب 65 عامل، 65 اسف يوم عمل في 8 ساعات في اليوم يطلع 520 ساعة، يبقى العامل الواحد شغال 520 ساعة في الثلاث أشهر، ربع السنة ثلاث أشهر، وبعدين هنش... عشان نعين أو نفصل هنشوف كده آدي الفترات وآدي الطلب والطلب بيساوي الإنتاج وهنحسب عدد العمال المطلوبين، أنت اللي هتحسب عدد العمال المطلوبين. هنحسب عدد العمال المطلوبين ازاي هنحسب عدد العمال المطلوبين احنا حسبنا عدد ساعات عمل العامل في الفتره عدد ساعات عمل العامل في الفتره وبعدين هنحسب ال هنحسب ال هنحسب, هنحسب الانتاج عايز كام ساعه هنحسب الانتاج عايز كام ساعه وبعدين هنشوف المعينين ونشوف المفصولين تعال نشوف كده ادي الطلب الحالي ده المعطيات وادي ربع السنة الأول وادي ربع السنة الثاني وادي ربع السنة الثالث وادي ربع السنة الرابع الطلب اللي هو كان معطيات في المسألة في المسألة بص في المسألة صفحة 248 ألف أسف الحالي مفيش. في الفترة الأولانية 40 ألف في الفترة الثانية 57 ألف وخمسمية في الفترة الثالثة 55 ألف في الفترة الرابعة 52 ألف وخمسمية 52500 ودي سياسه تعقبيه سياسه تعقبيه يعني الانتاج ماشي مع الطلب اهو شوف الانتاج ماشي مع الطلب الانتاج ماشي مع الطلب الانتاج ماشي مع الطلب الانتاج ماشي مع الطلب طب الانتاج ده عايز له كام ساعه فنروح نضرب الانتاج اللي هو الف في زمن انتاج الوحده زمن انتاج الوحده اللي هو مديهولي 2.311 ونضرب ال 57000 في زمن انتاج الوحده اللي هو 2311 ونضرب ال وخمسين ألف بتاع الفتره الثالثه في 2.311 52500 في الفتره الرابعه في 2 اتني... في 2.311 فيديني ال... ال... الزمن اللازم للانتاج الزمن اللازم للانتاج كله كله اقسمه على عدد ساعات عمل العامل في الفتره يديني يديني عدد العمال المطلوبين هنا في الحاله الاولانيه دي كانت معطيات تعال نشوف بقى في الحاله ال الربع السنه الاول اهو 40000 ده الانتاج في 2.311 جبناها منين معطيات فلما اضرب الانتاج كله في زمن انتاج الوحده 40000 في 2 علامه 311 يديني الزمن اللازم للانتاج اقسمه على انتاج العامل في الفتره اسف على عدد ساعات عمل العامل في الفتره على عدد ساعات عمل العامل في الفتره اللي هي 520 اللي احنا حسبناها في في السلايد اللي فاتت يعني لو رجعت للسلايد اللي فاتت 520 فانا لما اقسم الانتاج كله عايز كام على 520 يديني عدد العمال المطلوبين 178 طب تعالى كده يلا حد حد كل واحد يفكر كده في اللي بعدها يقول لي هنضرب ايه بالضبط بالظبط هنضرب سبعة وخمسين الف وخمسمية في اتنين فاصلة تلتمية واحد عشر يديني الزمن اللازم للانتاج نقسمها على 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 خمسمية وعشرين جبناها منين ال وعشرين في السلايد اللي فاتت حسبناها وايه هي ال 520 عدد ساعات العمل العامل في ربع السنه في ربع السنة الثاني نقسمهم هيطلع 256 اللي بعدها هنقول ايه بقى؟ تمام، خمسة وخمسين ألف في اتنين فاصلة وحداشر على الخمسمية 520 اللي احنا حسبناها اللي هي عدد ساعات عمل العامل في الفترة يطلع 245 وهكذا في الفترة الرابعة، فده عدد العمال المطلوبين لكل فترة في كل ربع سنة. خلاص لكن دي كانت معطيات المعينين او المفصولين عشان تشوف المعينين والمفصولين شوفوا اللي فات وشوفوا الحال شوفوا اللي فات وشوفوا الحال يعني هنا عندي 234 في 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 الموسم اللي جاي انا مش عايز غير 178 عام انا عندي 234 مش عايز غير 178 يبقى نعمل ايه يبقى احنا في هذه الحاله في هذه الحاله احنا هنفصل نفصل كام الفرق اللي هو 234 ناقص 178، 234 ناقص 178 يطلع 56. هنا أنا عندي 178 كام في نهاية الربع الأولاني؟ الربع الثاني عايزين 256، طب مش هيكفوا الـ 178، مش هيكفوا نعمل إيه؟ نعين، نعين إيه الفرق اللي هو إيه؟ اللي هو 78. ثاني، هنا في الفترة الثالثة إحنا عندنا 256 آسف، عندنا كام في الفتره اللي فاتت 256 لكن الفتره الثالثه عايزين 245 اه 256 اكتر من 245 طب نعمل فيهم ايه نفصلهم فهيفصل كام 11 وهكذا في الفتره اللي بعدها ده اللي هو ازاي تحسب تحسب العدد العمال المعينين او المفصولين في كل حاله من الحالات واحنا هنا في ممكن طبعا يجي لك برضه في الامتحان مساله ويدي لك وفي المساله هنا بقى بندي لك ايه؟ بندي لك البيانات وانت تحسب وندي لك الحلول تحت الـ تحت, الـ 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 تحت البيانات وندي لك عده حلول انت تحسب في الورقه في ورقه الاسئله وتقارن النتيجه اللي انت وصلت بيها بالنتيجه اللي احنا هنديها لك لو لقيتها ماشيه الرقم اللي يطلع عندك لو لقيته ماشي من يتفق مع اختيار من الاختيارات فهتعلم على هذا الاختيار ده اللي هو استراتيجيه التشغيل الاضافي زياده عدد الساعات للعمل زياده عدد العاملين او خفضهم الاستراتيجيه الثالثه اللي هي الانتاج للتخزين وهنا في حاله الانتاج للتخزين اللي هنا يتم الانتاج بمعدل ثابت بغض النظر عن سلوك الطلب يتم الانتاج بمعدل ثابت بغض النظر عن سلوك الطلب ولما يزيد الانتاج طب يتم الانتاج بمعدل ثابت بغض النظر عن سلوك الطلب طب ما ممكن الطلب يبقى ممكن الانتاج يبقى اكتر من الطلب قال لك نخزنه طب ولما يقول هتخزنه ده هتعمل فيه ايه نبيعه فيه في حاله زياده الطلب وفي حال زيادة الطلب عن الإنتاج يتم السحب من المخزون. السياسة دي ليها مزاياها. السياسة الأولانية كان بيتحمل تكاليف تشغيل إضافي أو تعيين في السياسة في الاستراتيجية الأولانية كان بيتحمل أوفر تايم وفي حالة أو أندر تايم يعني يشغل إضافي أو يقلل ساعات العمل. ودي قلنا ليها تكاليف ايه هي اجر العمل العادي الاضافي 150% من العادي فهنا ما بيتحملش بقى لانه ماشي بمعدل واحد ماشي بمعدل واحد ساعات العمل وفي حال الاستراتيجيات الثانيه كان بيعين ويفصل لما بيعين زي ما احنا قلنا بيعمل اختبارات واختيارات وقلت مش عارف شركه السكر بتبعت الأوتوبيسات بتاعتها انه بعيده تجيب عمال فبتحمل بنزين و الى اخره فاذا احنا في هذه الاستراتيجيه بنتلاف هذه التكاليف من مزاياها أيضاً استخدام الكف للمعدات، كان في حالة التشغيل الإضافي قلنا بيرهق العمال، بيرهق العمال، بيرهق العمال فهنا آسف، بيرهق المعدات، فهنا لا، المعدات ماشية بمعدل واحد طول السنة فما فيهاش إرهاق برضو من مزاياها سهولة الإشراف وتقليل معدلات التالف، سهولة الإشراف إحنا قلنا في السياسة الأولانية هنشغل اضافي فبالتالي بعض العمال هيرفض وبالتالي العمال هيرهقوا فعايزين نشجعهم والانتاج هيطلع ممكن يطلع معيف فبنقول له والله فعايزين عمليه الاشرافيه لازم المشرف يكون منتبه وهكذا في حاله التعيين والفصل لان العمال وهكذا في حاله التعيين زياده زياده عدد العمال او فصلهم لان ممكن اللي هتعينهم دول عمال ما يفهموش فانت محتاج تشرح لهم محتاج توجههم محتاج تتابعهم هنا بقى العمال لا بيعين ولا بيفصل ولا بيظبط فبالتالي بقى ايه كل واحد عارف واجباته وبالتالي العبء الملقى على المشرف هيكون منخفض تخفيض معدلات دوران العمل العماله والغياب اللي احنا شرحناها في النقطه اللي فاتت تخفيض تكاليف البحث عن مصادر جديده للتوريد يعني ايه وصل لما في حالة التعيين وفي حالة تشغيل الإضافة لما يزيد العمال لما يزيد الطلب نزود التشغيل الإضافي طب ما أنت عايز خامات عايز خامات ممكن المورد بتاعك ما ما يلحقكش يعني ما يمدكش باللي انت عايزه فانت هتدور على مورد اخر وهكذا في حاله التعيين والفصل فهنا بقى لا ماشي بمعدل ثابت وبالتالي متفق مع مورد بيورد له بمعدل ثابت. ده عن المذا ولذلك هذه الـ 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 ايضا هذه الاستراتيجيه لها عيوب ايه هي عيوبها؟ ارتفاع تكاليف التخزين. ايه هي تكاليف التخزين؟ ما هو هينتج ويخزن مش هيبيع على طول. ايه هي تكلفه محتاج مخزن يستاجر مخزن يخزن فيه. وممكن يتلف وممكن يتقادم وممكن يتسرق. ممكن يتحرق هنأمن آه حي... على المخزون هنجيب آه حن... حن... عمالة حراسة فهترتفع تكاليف التخزين ولذلك هذه الاستراتيجية تطبق إمتى زي ما احنا قلنا لما يبقى العمال اللي عنده مهرة مش عايز يفرط فيهم يطبق هذه الاستراتيجية أو يلجأ إليها في حالة السلع القابلة للتخزين يعني لازم شرط أساسي أنه السلع تكون قابلة للتخزين لإن زي ما قلنا المياه الغازيه ما ينفعش ينتج ويخزن لإن ليها فتره فتره صلاحيه. فإذا كانت السلعه قابله للتخزين وهو ده بيحصل في حاجات كتيره فبينتجها بينتجها ويستنى لغايه لما يجي الموسم يوزعها يعني مثلا بنلاحظ مثلا في الأضاحي بيزداد الطلب مثلا على اللحوم فالمزارعين بيربوا الحيوانات ويبيعوها في الموسم. وهكذا فدي اللي هي العيوب بتاعتها وامتى تطبق بنفكركم مره اخرى بالقرارات اللي هي احنا قلنا عليها انه في كل واحده من دول في الاولانيه احنا كان القرار بتاعنا نشتغل كم ساعه وما خدناش عليها مسائل في الثانيه هيقول لك عن عين كم عامل خدنا عليه حسابنا احنا هنا هيقول لك هننتج كام ونخزن كام طب ايه البيانات اللي عندك عندك زمن انتاج الوحده وعندك عدد ايام العمل في الفتره وعندك عدد العمال فمن المعطيات دي اللي هي زمن انتاج الوحده وعدد ايام العمل وعدد العمال ها أه؟ بنحسب حساباتنا احنا عشان نقول هننتج امتى ونخزن امتى تعال نشوف تعالى نشوف ازاي ننتج ازاي نحسب فعشان كده عايزين ايه عدد العمال المتوفرين عندك انا مثبت العمال اهو عدد العمال المتوفرين عندك مش هي لانهم مهره مش هيحتفظ بيهم مش هيفرط فيهم فانا عارف هو عندي كام وعارف انا بش بخطط لفتره قد ايه وعارف ساعات العمل اليومي وعارف زمن انتاج الوحده فمن دول بقى تروح تحسب حساباتك تحسب عدد الساعات احنا عارف المتاحه للانتاج من جميع العمال يعني انت عندك عدد عمال وعندك ايه عدد ساعات العمل في الفترة عدد عمال وعدد ساعات العمل الفترة وعندك عدد ساعات العمل اليومي فمن دول من دول عدد العمال العامل الواحد عنده 100 عامل مثلا مثلا يعني والعامل واحد شغال 8 ساعات يبقى ال 100 عامل في ال 8 ساعات يدوني 800 ساعة في اليوم شغال خمس ايام في الاسبوع يبقى ال 800 ساعة في الخمسة يبقى 4000 ساعة فعمل اسبوعي ده من كل العمال فانت تروح تحسب عدد الساعات المتاحه للانتاج اللي هي عدد العمال في عدد الايام في عدد ساعات العمل في اليوم خلاص هنا انا 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 ما اعرفش كميه الانتاج ما اعرفش كميه الانتاج تحسبها ازاي امال ايه اللي عندك عندي العمال دول عملوا لي كام ساعه من الخطوه 2 عملوا لي كام ساعه بضرب عدد العمال في عدد الايام في عدد ساعات لاني عارف عدد العمال وعارف عدد ايام العمل وعارف عدد ساعات العمل. فدول العمال اللي عندي اشتغلوا لي كم ساعه؟ كذا. في المثال اللي انا كنت بشرح عليه ده عندي 100 عامل في 8 ساعات يوميا ب 800 في خمس ايام في الاسبوع 800 في خمسه يبقى ب 4000 يعني عندي في الاسبوع 4000 ساعه. طب ال 4000 ساعه عمل دول يطلعوا لك كم وحده؟ نقول الوحدة بتاخد زمن قد إيه؟ الوحدة بتاخد زمن قد إيه؟ فكمية الإنتاج هنحسبها هنروح قاسمين عدد الساعات المتاحة للإنتاج اللي من خطوة اتنين على زمن إنتاج الوحدة، يعني الـ 4000 ساعة في المثال اللي أنا بحكي عنه لو الوحدة مثلا مثلا يعني بتاخد بتاخد مثلا مثلا ساعتين يبقى 4000 ساعة على ساعتين يبقى هننتج 2000 و... خلاص؟ بعد كده بنروح إيه؟ نحسب الإنتاج المتاح. اللي انا انتجته ده اللي انا انتجته ده في المثال اللي انا قلت عليه 2000 2000 وحده منتج اوديهم المخازن اوديهم على المخازن لان بنتج واخزن المخزن ممكن يكون فيه قبل كده عشان كده الانتاج المتاح المتاح كلمه متاح للتصرف او للبيع او للطلب هو عباره عن ايه اللي انا انتجته على اللي في المخزن اللي انا انتجته احطهم على اللي في المخزن على اللي في المخزن مخزون اول المده الانتاج المتاح ده بسحب منه عشان اواجه الطلب لما يزيد الطلب فبسحب من المخزن بسحب من المخزن فلما لو انا عندي مثلا في المخزن لو مثلا في المخزن عندي 5000 وحده وببيع النهارده ومعايا ال الصبي بتاعي اللي في الشغل عندي 5000 وحده ف 5000 وحده فضلنا نواجه الطلب نواجه الطلب 4500 وخلاص اليوم خلص بقى هنروح احنا كان عندنا 5000 فانا بقى اقول للصاحب بتاعي كام عندك كام يا عندنا كام باقي كام وحده فلان والباقي 500 ال 500 دول اللي هم ايه اسمهم مخزون اخر المده لان هنقفل اهو هنقفل ونروح فمخزون اخر المده هو عباره عن الانتاج المتاح ناقص الطلب ناقص الطلب قفلنا وروحنا لما نيجي نبتدي بكرة اللي كان امبارح مخزون آخر المدة هيبقى مخزون أول المدة فمخزون آخر فترة معينة يساوي مخزون أول فترة التالية تعال نشوف مثال ناخد المثال رقم واحد في صفحة المثال رقم واحد في صفحة 284 وهنا في المثال رقم واحد صفحة 284 هنا المثال ده في معلومة ناقصة هقول لكم عليها المثال بيقول انه في مقال الطلب المقدر لاربع شهور في الفتره هنا شهور وعدد ايام العمل في كل شهر من الشهور لان انتم عارفين في شهر زي فبراير السنه دي كان 29 يوم في السنه البسيطه بيبقى 28 يوم مارس ويناير ومايو ويوليا واغسطس واكتوبر وديسمبر بتبقى 31 يوم وبقيه والبقيه الاخرى يا اما 28 او 29 في فبراير او 30 في بقيه الشهور غير اللي احنا ذكرناه فهو في المثال بيقول والله احنا شهر مارس ابريل مايو يونيو طلب المقدر مديهولي ومديني عدد ايام العمل بيقول والله انا هشتغل في مارس 21 وفي ابريل 21 وفي مايو 22 وفي يونيو 20 يوم والشركه والله ترغب الشركه في اتباع السياسة تحقيق استقرار العماله يعني عايز يحافظ على العمال كأهو العمال معطيات أو معلومات عنده مش هيفرط فيهم كام عدد العمال اللي عندك 500 500 عامل وبيقول والله أنا يعني حواجه التقلبات في الطلب بتغيير مستوى المخزون بتغيير مستوى المخزون وعايزك تبين لي موقف الانتاج والمخزون في كل فترة من الفترات أو كل شهر من الشهور الأربعة اللي هم دول. المعلومة اللي ناقصة المطلوب بيان حجم الانتاج وموقف المخزون في كل شهر من الشهور علما بان عدد ساعات العمل اليومي 8 ساعات وزمن انتاج الوحده 4 ساعات وزمن انتاج الوحده 4 ساعات ادي اللي ناقص اللي انا هقول عليها علما بان مخزون اخر فبراير 17500 علما بان مخزون اخر فبراير 17500 تعالوا نشوف بقى احنا هو عايز نوضح له ايه عايز نوضح له حجم الانتاج وموقف المخزون طب وحجم الانتاج قال اه ما هو شهر 21 وشهر 22 فعشان كده الانتاج ثابت كساعات عمل لكن ال 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 ك ك كايام مش ثابته نتيجه الشهر مش ايامه تختلف عن الاخر فعشان كده هتلاقي ممكن الانتاج يختلف من شهر الى اخر نتيجه لاختلاف اعداد الايام فاحنا هنروح نعمل كده نقول ادي الفترة وادي الطلب وادي الساعات المتاحة للإنتاج اللي احنا حسبناها اللي احنا قلنا هنحسبها وأدي زمن الوحدة قلنا ده معطيات وأدي الإنتاج يعني لما نقسم الساعات المتاحة للإنتاج على زمن إنتاج الوحدة هنقسم العمود رقم ثلاثة على العمود رقم أربعة هيديني كمية الإنتاج الإنتاج ده اللي هو في العمود رقم خمسة نشيل منه الطلب يديني مخزون أول المدة مخزون أول المدة آه مخزون أول المدة مع الإنتاج يديني المتاح مخزون أول المدة مع الإنتاج يديني المتاح المتاح نشيل منه الطلب يديني مخزون آخر المدة مرة تاني الفترة الطلب الساعات المتاحة الإنتاج معطي هنحسبها زمن الوحدة معطيات نقسم الساعات المتاحة للإنتاج على زمن الوحدة يديني الإنتاج، الإنتاج أحطه على اللي في المخزن يديني المتاح، المتاح أشيل منه الطلب اللي هو في العمود التاني يديني مخزون آخر المدة، وهذه البيانات بتاعتنا. معذرة لحظة واحدة. فهو بيقف في الطلب اهو مارس كان الطلب واحد وخمسمية ابريل 26 ابريل ابريل و مايو 30 300 30 300 مش واضحه يونيو 14 600. أنا هنا اللي أنا عملته كتبت المعطيات زي ما هي يعني عشان أسهل على نفس الحل رحت كاتب الحاجات اللي مديها المعطيات ومديني كمان مخزون اول المده معطيات مخزون اول المده مديهولي معطيات فلما نيجي نحسب اهو 21 الساعات المتاحه للانتاج قلنا عدد العمال 500 معطيات في عدد ساعات العمل اليومي 8 في 21 يوم في الشهر 500 في 21 يوم في الشهر الباقي اجازات في 8 ساعات يوميا 84400 في الشهر اللي بعديه نفس الكلام 84400 في الشهر اللي بعديه 500 في 22 لان الشهر ده كان 22 يوم شغل في 8 يبقى 88000 الشهر اللي بعديه 500 في 20 في 8 يبقى 80000 دي الساعات المتاحه فانا في مارس العمال اللي عندي كلهم على بعض يطلعوا لي ساعات عمل 84000 ساعه طب الوحده بتاخد 4 ساعات 84000 على 4 يديني الانتاج بالوحدات 21000 21000 هنقول اللي بعدها نقول اللي بعدها 84000 على 4 يطلع 21000 اللي بعدها 88000 على 4 يطلع 22000 اللي بعدها 80000 على 4 يطلع 20000 احنا ادي مخزون اول المدة مخزون اول المدة هنشيل اه يبقى المخزون اه اول المدة ده نحط الانتاج على مخزون اول المدة الانتاج اللي هو وعشرين الف على مخزون اول المدة ده كان معطيات اللي احنا قلنا نضيفها في المسألة 17500 هيطلع المتاح 38500 يبقى انا اللي انا عندي في المخزن 38500 الشهر ده مطلوب مني 31 يكفي اه يكفي ويزيد اللي يزيد يبقى مخزون اخر المده 7000 8500 انا 31500 يطلع 7000 لما نروح نشوف في مخزون اخر فتره معينه هو مخزون اول الفتره التاليه فمخزون اخر مارس هيبقى مخزون اول ابريل 7000 واحنا انتجنا 21000 في ابريل يبقى لما نجمعهم على بعض يبقى المتاح 28000 المطلوب كام اهو في 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 الطلب اهو 26 ال 28000 اتكفي إذا اتكفي ويزيد يزيد كام يزيد 1300 دول اسمهم مخزون اخر المده مخزون اخر ابريل هم مخزون اول مايو 1300 واحنا انتجنا 22000 يبقى 23300 الطلب كام؟ 30 300 طب يكفي؟ لا ما يكفيش ما يكفيش هيبقى عندنا عجز عجز يعني 700 ناقصنا 700 ولو احنا بننتج للطلب يعني احنا معناها قابضين من الناس العربون في ناس سلمناهم اللي هم 23 و 200 ال 23 و 200 لكن في 7000 واحده عجز لسه ما سلموش سبعة الاف دول هيبقوا هم مخزون اول الفترة حطيناهم بين قوسين لانهم بيطلع بالسالب بدل ما بعمل بالسالب عملتها بين قوسين سبعة الاف اللي هم عجز هيبقوا هم مخزون اول الفترة يعني انا عندي عجز من الفترة السابقة سبعة الاف وانتجت عشرين الاولوية ادي السبعة الاف الاولوية ادي السبعة الاف اللي هم بتوع الشهر اللي فات. فلما ادي ال 7000 يبقى بقى 13 او لو هنعمل العمليه جبريه 20000 ناقص 7000 لان دول بالناقص هيطلع 13000 ال 13000 كان الطلب كام عندنا؟ الطلب كان 14 و600 يبقى مش هيكفي هيطلع عندي عجز 1600 ده شوف هو بيقول لك بيان موقف الانتاج والمخزون موقف الانتاج والمخزون فالمخزون زي ما انت شايف هتبص تلاقي كساعات عمل كلها ثابته بس ثابته يعني اقصد ال... هي بتتغير هنا معانا نتيجه تغير عدد ايام العمل في الشهر لكن اللي ال... بيمتص الزياده في الطلب من المخزون و ففي و... فترات هيكون في مخزون زي الفتره دي وفي فترات هيكون فيها نقص في المخزون زي الفترات التاليه ده هي السياسه مثال رقم 4 صفحه 289 مثال رقم 4 صفحه 289 هنا طب انا يعني احنا قلنا ممكن لو لو هنختار الاستراتيجيه الصافيه يعني هنختار سياسه واحده فالتمرين ده يعني عشان يبين لك ان احنا ايه الاستراتيجيه اللي نختارها ده يتوقف على على التك... على حساب التكاليف احنا نشوف مين كل سياسه او كل استراتيجيه هتكلفني كام فالمثال رقم أربعة بيقول تقارن يعني يبدو ان هو عايز يختار عايز يخ... عايز يمشي على استراتيجية الصافيه فبيقول تقارن شركه بين استراتيجيتين ايه هي التخطيط الانتاج الاولى يعمل استقرار في العماله ويثبت الانتاج ويقابل التغير في الطلب بتغير المخزون. دي الاولانيه، والثانيه انه يعمل ايه؟ يغير مستوى الانتاج بتغيير حجم القوى العامله يعني يعين ويفصل، طب يتبع الاولانيه ولا الثانيه؟ اهو انت اللي هتتخذ القرار، انت خلاص هتبقى مدير بعد شويه باقي لك شهور وتتخرج وتبقى اداره وتساعدهم في اتخاذ القرار. فنحسب تكاليف ده ونحسب تكاليف ده نحسب تكاليف الاستراتيجية الأولى ونحسب تكاليف الاستراتيجية الثانية واللي يطلع أقل هو اللي احنا هنمشي عليه فهو هنا بيقول لي في الاستراتيجية الأولى يعني هما هي على فكرة نفس الـ نفس المثال حتى يمكن اللي كنا بنحله بيقول والله في الاستراتيجية الأولى كان عندنا في الفترة الأولانية كان عندنا مخزون آخر المدة 11250 في الشهر في في الفترة اللي بعديها كان عندنا مخزون آخر المدة خمسة آلاف في الثالثة كان ألف م... كان ألف وخمسين في الرابعة ما عندناش مخزون لو هنطبق الاستراتيجية الثانية في الشهر الأول هنعين ستة وخمسين في الشهر الثاني هنفصل تمانية وسبعين في الشهر الثالث هنفصل حداشر في الشهر الرابع هنفصل هنفصل حداشر فيتبع الاستراتيجية الأولى ولا الاستراتيجية الثانية نروح نحسب التكاليف، هو مديني البيانات بتاعة التكاليف في الصفحة اللي وراه في صفحة 290 آه بيقول وكانت تكلفة تخزين الوحدة يعني لو هيخزن تكلفة تخزين الوحدة في الفترة يعني في الشهر في المثال ده أو في الفترة زي ما هو بيقول جنيه ونص ولما يعين تكلفة التعيين 250 ولما بيصل تكلفة الفصل 300 فنعمل إيه؟ فنروح نحسب تكاليف التخزين ونحسب تكاليف الفصل طب نحسب تكاليف التخزين نحسب تكاليف التخزين ازاي هذه البيانات اللي عندنا الفتره وانا قلت لكم المعطيات بكتبها زي ما هو زي ما هي زي ما هو مديهالنا فدي المعطيات اللي هو مديهالنا مدينا المخزون اخر المده ومديني تكلفة ومديني تكلفة الـ ومديني تكلفة تخزين الوحدة طيب هو المخزون يا اخوانا مش رقم ثابت يعني انا لما احط الحاجة في المخزن ما بتفضلش ثابتة ده انا بسحب منها اذا المخزون متحرك طب لما اجي احسب احسب ازاي؟ قال والله جار العرف إنه طالما المخزون متحرك فناخد المتوسط بتاعه. طب والمتوسط بتاعه نجيبه إزاي؟ هو عبارة عن مخزون أول المدة ذات مخزون آخر المدة على اتنين، وأحسب تكاليفي على متوسط المخزون، متوسط المخزون. طيب، هنا في المثال الأولاني مخزون أول المدة كام؟ مفيش. يعني ما عنديش مفيش، صفر، هنعتبره صفر. وهو مخزون آخر المدة كام؟ 11 250. طب أجيب المتوسط صفر؟ زائد 11 250 مخزون اول مده زائد اخر مده على 2 على 2 هتطلع 5625 كاني متوسط الفتره الاولى انا ابتديت بالصفر واخر المد وورت خلال الفتره وفي اخر الفتره بقى عندي 11 250 يبقى متوسط المخزون صفر زائد 11 250 على 2 5625 في الفتره اللي بعدها 11 250 زائد 500 زائد 5000 على 2 واجيب المتوسط 8150. ال 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 هنا يمكن حد يسالني طب ال 11250 دي جابها ازاي؟ ما احنا قلنا اهو مخزون اخر فتره معينه هو مخزون اول المده التاليه. مخزون اخر فتره معينه هو مخزون اول المده التاليه. ف1125 زائد 5000 يطلع 8150 في الفتره الثالثه مخزون اول المده هو مخزون اخر الفتره السابقه زائد مخزون اخر المده هو مديه لي 5000 زائد 1250 هيطلع 6250 على 2 هيطلع الرقم ده في الفتره الرابعه الفتره الرابعه مخزون اول المده هو مخزون اخر الفتره السابقه اللي هي 1250 زائد 0 على 2 هيطلع 600 25. أضرب متوسط المخزون في تكلفة تخزين الوحدة يعني هضرب خمسة آلاف في واحد ونص هتطلع الرقم ده، 812 آسف 8125 في واحد ونص هيطلع الرقم ده وهكذا، هجمع الأرقام عندي هيطلع مجموع التكاليف ستة 26250 ألف ستة 26 ألف ده اللي هو. التكاليف الاستراتيجية الأولانية نروح نشوف تكاليف الاستراتيجية الثانية اللي هي استراتيجية التعيين والفصل فهو هذه الفترة وهذه تكلفة التعيين وهذه تكلفة الفصل الفترة الأولانية وهذه الثانية وهذه الثالثة في الفترة الأولانية هو كان بيقول لي في هذه الفترة إنه في الفترة الأولانية هيفصل هو مديها لي هيعي هيفصل حي 56 ومش هيعين وبالتالي يبقى تكلفة الفصل أهو تكلفة الفصل ست هيفصل ستة وخمسين واحد ولما بيفصل تكلفة الفصل تلتمية للعامل الواحد يبقى ستاشر وتمنمية في ال... <applause> 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 في الفترة الثانية كان بيعين وتكلفة التعيين 250 يطلع 19 500 في الفترة الثالثة هيفصل 11 ولا واحد 300 يبقى 3300 وهكذا في الفترة الرابعة وادي الاجمالي اهو اللي هو التعيين زائد الفصل التعيين مفيش والفصل 16 800 يطلع 16 800 19 500 زائد الفصل وهكذا هيطلع عندنا المجموع 3 42900 اللي فاتت كانت هنا كانت 42900 الف وتسعمية. بينما في الفترة اللي فاتت كان ستة وعشرين الف وخمسين. فبيختار الاقل تكلفة اللي هو ستة وعشرين مئتين وخمسين. ده اللي كيف تتخذ القرار لو حتى تختار استراتيجية وحتى لو كان عندك عدة استراتيجيات وعايز تختار أكثر من استراتيجية هتختار بنفس الطريقة اللي احنا شرحناها دلوقتي لو عدنا للمثال رقم اثنين المثال رقم اثنين بيقول في يلي الطلب ربع السنة والمقدر للعام المقبل مدين ربع السنة ومدين الطلب ومديني معدل ان تخطط الشركة انتاجها على اساس معدل ثابت هينتج واحد وخمسين الف وخمسين وحدة يعني هيثبت معدل الانتاج من اجل استقرار العمالة وبيواجه التقلبات في الطلب بتغيير مستوى المخزون يقول والله احنا شغالين في السنة خمسة وستين يوم وعدد ساعات العمل يومي تمن ساعات وزمن انتاج الوحدة اتنين تلاتة اتنين فاصلة واحد وحداشر فهو عايز كام عامل وبيان موقف المخزون، فهنا عامل تنويع من المسألتين المل... اللي فاتوا، فاحنا هنروح وهو عنده هينتج آه خمستلايـ واحد وخمسين ألف ومتين هنحسب آه الزمن اللازم للإنتاج، الزمن اللازم للإنتاج هنحسبه إزاي زي ما إحنا قلنا الإنتاج مضروب في زمن الوحدة، يعني مثلا في, ال... فيش... في الإنتاج أهو. هو هيثبت قال هيثبت معدل الانتاج، كام معدل الانتاج؟ واحد وخمسين كام زمن الوحدة معطيته اتنين واحد هيطلع هذا الرقم، عنده ميه الف ساعة اربعمية الانتاج اللي هو هيثبت عنده هيثبت الانتاج في كل فترة من الفترات هينتج واحد 51.250 الف 51, واحد الف دول عايزين لهم عايزين لهم كم ساعة عمل عايزين لهم 118 438.75 طيب هي الفترة عندك كم ساعة تشتغل الفترة عندك كم يوم قال والله الفترة في كل ربع سنة 65 يوم طب وشغلت كم يوم 8 فنرحل 8 في 65 اهو يطلع يطلع خمسمية وعشرين ساعة عمل. خمسمية وعشرين ساعة عمل. هو هنا يبقي الانتاج اللي هيثبته واحد وخمسين متين وخمسين عايز الزمن ده من كل العمال. والعامل الواحد شغال خمسمية وعشرين. يبقى عايزين كم عامل? احنا عشان نحسب عدد العمال المطلوبين. فده بيساوي الرقم بتاع الزمن الانتاج. على عدد ايام العمل على عدد ساعات العمل العامل في الفتره هيطلع عايزين 228 عامل حسبنا عدد العمال تعال نشوف موقف المخزون زي ما احنا عملناه في المثال قبل كده وهو الفترات ادي الطلب معطياتهم اديهولي وادي الانتاج اللي احنا حس... اللي هو قال عليه هيثبته هيثبته شوف هنا الانتاج ثابت لكن الطلب متقلب هيواجه التقلبات في الانتاج في في الطلب ازاي لان الانتاج هنا في الحاله دي الانتاج اكتر من الطلب يروح مخزون في حالات تانية الطلب اكتر من الانتاج يعمل ايه يسحب من المخزون هو هنا مديني طبعا آه في مخزون من الفترة السابقة لأ مفيش مخزون يبقى واحد وخمسين، ميتين علي المخزون يطلع المتاح ته واحد وخمسين، ميتين نشيل منهم الطلب يطلع مخزون آخر المدة ال عشر ميتين مخزون آخر فترة معينة هو مخزون أول الفترة التالية عشر ميتين علي الإنتاج اللي هو واحد وخمسين، هيطلع 6, 62 و500 الطلب 57 و500 يبقى فاض 500 اللي هم مخزون اخر المده وهكذا دي مسائل عن كيفية الاستراتيجية الرابعة اللي هي تأجيل تنفيذ الطلبيات تأجيل تنفيذ الطلبيات هي ايه هنا هيمشي برضو بمعدل ثابت يعني هي استراتيجية تسوية طب ولما يزيد الطلب يعمل ايه يجي يقول له والله للزبون اه ماشي هنفذها لك بس مش هسلمها لك غير يعني بعد شهر أو بعد شهرين فهنا عندما يزيد الطلب تقبل الأوامر وتنفذ في فترة لاحقة بشرط أن العميل لازم يقبل ذلك لأنه ممكن العميل ما يقبلش ولذلك الاستراتيجية دي لها عيوب وليها مزايا طب تعالي نشوف العيوب لأن بحكم أنه هو ذكر العيوب في الأول فمن العيوب اللي هي سوء خدمة العملاء يعني ايه سوء خدمه اصل الزبون يحب لما يعوز حاجه ياخدها في نفس الوقت فانا مش هياخدها في نفس الوقت ده احنا اجلناه وفي ناس يعني اذا في نائر يعني لما حنؤجل لما حنؤجل الطلب يبقى انا ضيعت فرصه بيعيه فضيعت فرصه بيعيه معناها لان ما عنديش مخزون فضيع فرصه بيعيه يعني ضياع الربح فده بنسميه ارتفاع تكاليف نفاذ المخزون. أو ممكن الزبون يسيبني ويروح لحد تاني. فاحتمال يتحول العملاء إلى المنافسين الآخرين. ده اللي هو ال 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 العيوب اللي هي بتاع استراتيجية تأجيل تنفيذ الطلبيات. هو طبعاً في مزايا المزايا إن هو ما بيحتفظ بالمزايا اللي عنده ما بيحتفظش بمخزون ما بيستغنيش عن العمال لا بيعينوا يفصل ولا ولا بيخزن ولا بيزود ساعات العمل او يقللها والتكاليف اللي احنا شرحناها واللي احنا ذكرناها ولذلك تطبق امتى هذه الاستراتيجيه تطبق في حاله السلع غاليه الثمن والمعقده والمعقده وفي حاله الخدمات المتخصصة، يعني إيه الخدمات المتخصصة؟ زي مثلاً في الخدمات الطبية، في ناس يعني الطبيب لما تروح له عايز تحجز النهاردة، لا هو النهاردة مش فاضي. يقول لك تحجز إمتى هيبقى فاضي؟ يشوف لك الممرض اللي عنده يقول لك افتح الأجندة ويشوف فاضي إمتى، إذاً أنت عايز النهاردة لكن هو يقول لك لا والله على بعد مثلا اسبوع الدكتور فاضل بعد اسبوع بعد الاطباء بعد أربعة اشهر وبتنفع في حاله نقل البضائع بالجو هي الظروف اللي هي تطبق فيها هذه الاستراتيجيه في استراتيجية الأخيرة اللي هي التعاقد من الباطن تعاقد من الباطن يعني إيه؟ يعني أنا أتعاقد مع العميل إن أنا حنفذ له هذا الشيء لكن مش أنا اللي حنفذه مين اللي حنفذه؟ مين اللي حينفذه؟ انا اخد الشغل ده واوديه عند واحد صاحبي تاني يعمله لي زي شغال زي زيه شغال زي زيه انا هو شغال في نفسي في نفس الحاجه بس انا علي طلب وهو الطلب عنده محدود عنده هو طاقه فائضه فاخذ الحاجه اوديها عنده يشغلها يبقى يشغلها يشغلها لحسابي انا وانا اخدها اديها للزبون فاذا الزميل ده او الاخ اللي نفذ الحاجه ده خد الشغل مني انا من باطني انا ما خدوش من العميل مباشره بنسميها التعاقد من الباطن ده موجود في المقاولات المقاولات يعني مثلا زي شركات المقاولات شركه المقاولات ما بتعملش كل حاجه يعني ما بتعملش الكهرباء وما بتعملش النجاره تعملش السباكة لا هو بياخد العملية ويجيب مثلا هو مثلا يعني يقدر يعمل الانشاءات والخرسانات والكلام ده لكن متعاقد مع أو نجارة متعاقد مع سباكين وهكذا فده اسمه متعاقد من الباطن فهنا لما يزيد الطلب عن الطاقة المنشأة بتقبل طلبات العملاء وتنفذها لدى شركة أخرى اسمها تعاقد من الباطن مزاياها إيه؟ مزاياها إن أنا زو ان انا بقبل شغل وبنفذه عند حد تاني كانه الحد التاني ده طاقته جزء من طاقتي من غير ما انا ايه من غير ما اروح انا ابني واوسع واتحمل تكاليف لكن ليها عيوبها ايه هي عيوبها اه, آه, آه انا انا اقدر اراقب الجوده عندي لكن ما اقدرش اتحكم لو بعمل عند حد تاني هل هو جودته زي جودتي فالرقابة اقل على الجوده و لو المقاول الباطن ده ما سلمنيش في الميعاد وانا متفق مع الزبون ان انا اسلمه في ميعاد معين هو اتاخر عليا فانا هتاخر على التسليم في الميعاد وبالتالي ده اثر على سمعه المنشاه. ولو عرف الزبون ان انا نفذت عن حد تاني طب ما يروح ينفذها عن حد تاني عند التاني ده مره واحده ويريح نفسه. فدي اللي هي اللي هي استراتيجيه اللي هي المزايا العيوب بتاعة التعاقد من الباطن تطبق امتى؟ تطبق يعني تلجا اليها الشركات يعني عندي زبون عن غالي عندي ومهم لانه مش عايز اخسره مش عايز اضحك اقول له حاضر انا ما عنديش ما عنديش طاقه فايدة فعشان ما ازعلهوش اخد الشغل واروح انفذه عند حد تاني واديها له يبقى بتطبق في حاله الرغبه في الاحتفاظ بالعملاء ذوي الأهمية أشكركم وإلى اللقاء في الحضرة التالية إن شاء الله. Thanks <applause> <you next> <applause>